تعالوا بينا نعمل مع بعض بيتزا بالسجق بطريقة سهلة جدا ومقاديرها مظبوطة في كل بيت، وبإذن الله هتعجبكم. يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. أول حاجة أنا عندي بقى كوباية من اللبن دافية، ونزلت فيه الطبق أو البولة، ضفت عليهم معلقة سكر كبيرة، وكمان ضفت عليهم معلقة خميرة، وبدأت أقلبهم بالشكل ده كده. بس لازم يكون اللبن بتاعي يكون دافي مستخن قوي. هضيف نص كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات، وبدأت أقلبهم بالشكل ده. هسيبهم بقى حوالي نص ساعة لحد ما الخميرة بتاعتي تخمر كده. وبعد ما سبت العجينة بتاعتي حوالي نص ساعة، ده شكلها، شايفين خمرت اهي، بقت تمام التمام. يبقى العجينة بتاعتنا او الخميرة ناجحة. ضفت عليهم معلقة حبة البركة، وكمان معلقة كبيرة من الزعتر. حبة البركة والزعتر بتدي طعم حلو قوي في البيتزا، جربوه بإذن الله هيعجبكم. وهضيف حوالي معلقتين كبار من الزيت. ضفت عليهم معلقتين كبار من الزبادي او معلقة كبيرة، وبدأت اقلبهم بالشكل دون. ضفت عليهم كوباية من الدقيق، ده كوبايات معيارية اهي، بدأت اقلبهم بالشكل دون. انا بقى هشيل المعلقة خالص وابدأ بقى اعجن بايدي عشان اشوف قوام العجينة بتاعتي، او لو عندك عجان تقدري تعمليها برضو مفيش مشكلة خالص. بدأت اضيف بقى نص كوباية من الدقيق كمان، يبقى انا ضفت كده كوباية ونص، وانا ضفت كمان قبل كده نص كوباية، يعني كلهم كوبايتين على بعض. بدأت اعجنهم عجين كويس كده لحد العجينة بتاعتي ما تلم معايا وتبقى كويسة. هنحط بقى في الطبق بتاعنا شوية من الزيت كده. العجينة بتاعتي بقت كويسة، عجنتها كويس، هحطها بقى في الطبق او البولة ترتاح كده وتخمر وتبقى كويسة ونتيجتها كويسة. هسيبها بقى تتخمر لمدة ساعة او نص ساعة. وده بعد ساعة ما العجينة بتاعتي خمرت، عجينة البيتزا بتاعتنا سهلة وسريعة جدا، شايفين خمرت معايا اهي، خرجت منها الهواء. هعفر الرخامة بشوية من الدقيق، واقسم العجينة بتاعتي على بيتزتين، انا هعملهم بيتزتين كده مع بعض. وهاخد قطعة من العجين وبدأت افردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين على شكل دايرة كده. بدأت اجيب الصينية اللي انا هدخلها الفرن. بعد ما حطيت البيتزا في الصينية بفردها على شكل دايرة كده، بسويها من الاطراف كده، وبعد كده بجيب الشوكة بتاعتي وابتدي اخرمها او اغرزها بالشكل ده اهو. ونروح على البوتاجاز نعمل بقى السجق بتاعنا الجميل. بدأت اروح على البوتاجاز بجيب الطاسة بتاعتنا، ونزلت فيها بشوية من الزيت اهو. واول ما الزيت بتاعي بيسخن بنزلت فيه ببصلة مفرومة ناعم، بدأت انزلها كده واشوحها في الطاسة. واول ما البصل بتاعي يدبل كده هنزل بقى بالسجق بتاعي، اي كمية زي ما تحبي، عايزة تزودي في الكمية براحتك خالص او تضعفيها. نزلت بالسجق وهشوحه بالشكل ده مع البصل، وهضيف بقى التوابل او البهارات، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، وكمان معلقة الملح، وكمان معلقة بابريكا. عايزة تضيفي معلقة قرفة براحتك خالص، ده المكونات، وانا مش هكتر عن كده علشان السجق بتاعي فيه بهارات برضو وتوابل، ومش هزود الملح برضو علشان السجق بتاعي فيه ملح، هحط حبة صغيرين على حسب. وبدأت اضيف بقى الفلفل الالوان، فلفل الوان اهو، وبدأت اقلبه بالشكل ده. وبعد ما خلصنا الحشو بتاعنا الجميل هنروح على البيتزا بتاعتنا ونوزع عليها الصلصة بتاعتنا، ونحط كمان الجبنة المونزريلا، وبعدين بنحط الحشو بتاعنا اللي هو السجق او اي حشو زي ما تحبي. بدأت اوزعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى جبنة شيدر على جبنة مونزريلا على جبنة رومي، اي نوع جبن حابة تحطيه حطيه. وبجيب الزيتون بتاعي وبدأت اوزعه، زيتون اخضر وعلى وزيتون اسود زي ما تحبي. بدأت اوزعه اهو، شايفين الجمال، صراحة تحفة. وهنحط كمان شوية من الجبن كده من فوق على الوش، وبتدخليها الفرن على درجة حرارة 180، بولع من تحت، واول ما تستوي معانا ابتدي اولع الشواية من فوق عشان الجبنة بتاعتنا تمط وتبقى جميلة كده، على بال ما نعمل ايه البيتزاية التانية مع بعض. وبعد ما دخلتها الفرن هنروح للبيتزاية التانية، فردتها اهو،
شايفين على شكل دايرة، وهنجيب الصينية اللي احنا هندخلها الفرن، وبدأت احطها ووزعها بالشكل ده في الصينية، وبعد كده بغرزها بالشوكة زي ما انتوا شايفين. بيتزا سهلة وسريعة جدا، وبإذن الله هتعجبكم لو عملتوها بالطريقة دي. بدأت بقى نزل الصلصة بتاعتنا على البيتزا والجبنة زي ما انتوا شايفين اهو، جبنة موتزاريلا، وضيف بقى الحشو بتاعنا، بقية الحشو بدأت اوزعه بالشكل ده. شايفين الجمال، شايفين الالوان، الفلفل الالوان كده عامل شكل حلو قوي، وبصراحة طعمه حلو قوي في البيتزاية. بدأت اوزع على البيتزاية من فوق الجبنة، دي انواع الجبن اللي احنا حاطينها مع بعض، وبدأت اوزع بقى الزيتون بتاعي زي ما انتوا شايفين، وضفت كمان شوية من الجبن من على الوش كده. وبتدخليها الفرن بقى على درجة حرارة 180، اول ما بتاخد من تحت اللون الاحمر او الذهبي ابتدي اولع من فوق كده لحد الجبن بتاعتي ما تسيح كده. ورجعت لكم بعد البيتزا بتاعتي ما خلصت. بيتزا السجق حاجة كده مضمونة جدا ونظيفة جدا. لو عجبكم الفيديو يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بعمله على قناتي. وكمان مستنياكم كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا. اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.